السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناة ديدو سمدي. هذا النهار إن شاء الله غنقدم واحد الحلقة ديال تربية الأنانب، هل يستعملها فقط الفقراء أم الأغنياء أيضا؟ إذن هذه الحلقة يعني في الحقيقة أنا اللي جعلني أن نديرها أنه واحد السيد في الكومنتير قال لي صح المعلومات ديالك، راه يعني تربية الأنانب ماشي مديورة غير الفقراء، وإنما كاينين أطباء ومحامين وتبارك الله اللي حتى هما اتجهوا لهذا الموضوع ديال الاستثمار في تربية الأنانب. انا يعني جميع الفيديوهات في الحقيقه الا تبعتوا معايا كتلاحظوا انني كنهضر ديما على البساطه، خلينا من الناس اللي كيكونوا لاباس عليهم. يعني انا السيد اللي جاوبته مع كامل الاحترام ديالي ليه، راني فسرت له باللي راه كاينين ناس اللي ما عندهمش حتى باش يشريو ذكر وانثى، فما بالك انه غادي يشريو بطاريات مثل هذا الشكل. يعني كاين الناس اللي ما عندهمش فقراء، وبالنسبه لهذا المشروع هذا ممكن انهم يشريو ذكر وانثى ومن بعد يبقاو يوكلوه شي حوايج بسيطه، المهم انه يعيش. خلينا من الفيتامينات والادويه والسيكاليم ويعني طريقه التربيه، كل شيء هذا الشيء ممكن انهم يديروا مشروع بسيط. انا غير بغيت يعني ندير هذه الحلقه لهذا السيد هذا اللي قال لي باللي راه ماشي المشروع ديال الأنانب مديور غير الفقراء، راه الأغنياء وراهم كيديروا. أنايا كنحاول أنني نهضر ديما مع الإنسان البسيط اللي ممكن أنه يدير هاد التربية ديال الأنانب، ولكن بواحد يعني بساطة ممكن أنه يدير يعني بطاريات غير من هذا النوع هذا. أنتم كما كتشوفوا هادو غير الشبابك ديال الثلاجة، أنا داير منهم باني منهم. انا في الاستطاعه ديالي انني نشري اقفاص، ولكن كنحاول انني ندير كل شيء بيدي. انا داير هذا القفص ديال التسمين، هانتوما كما كتشوفوا راني فايت دايره في واحد الفيديو، انا باني بيدي، انا عندي الماتريال باش كنخدم، كنسودي، كان عندي الالات باش كيخدموا هذا الشيء. المهم ان من الاحسن انكم تبداو التربيه ديال الانانب منذ البدايه. يعني انا ماشي كنهضر باللي كاين الفقير ولا كاين الغني، راه كاين التربيه ديال الانانب كلها راه ماشي كتجي في ضربه واحده. يعني كتجي واحد النهار وغادي نشريو مثلا 10 النتوات وخمسه الذكوره، غادي نقولوا غادي نبداو وغادي نديروا خمس بطاريات يعني اقفاص كبيره يعني دوريجين. لا، خاص بعدا تنفهموا شنو هي تربيه الانانب. تربيه الانانب راه ماشي يعني سهله، ممكن ان الفقير يديرها وممكن ان الغني يديرها، غير كتبقى باللي هذاك الغني عنده امكانيات، ولكن الفقير يعني ممكن انه حتى هو يدير يعني المشروع مثل هذا واخا ما يكونش عنده المال بزاف. يعني هذا هو يعني الفكره اللي بغيت في الحق ما نكذبش عليكم، يعني هذا الفكره ضرتني هذا السيد اللي قال لك لا راه الاغنياء راهم كيديروا هذا المشروع، وبحال اللي نقولوا بحال اللي كيقول ان الفقير ماشي من حقه يدير مثل هذه المشاريع. هذه التربيه الانانب ممكن انها يديروها غير الناس اللي عندهم الفلوس وعندهم يعني قادرين انهم يديروا واحد 10 بطاريات ويعني اقفاص كبيره مهنيه ويجيبوا السيكالين بالخناشي ويجيبوا. لا، انا كنقول هذا السيد هذا لا، كما الفقير الغني يقدر يدير هاد الحوايج هادو، حتى الفقير ممكن انه يخليهم غير في الارض كاع ويدير غير واحد جوج متر كافيه. جوج متر كاع الناس عندهم سطوح، سطح ممكن انه يدير هذا التربيه هذه يديرها في السطح. كاين الناس اللي كنعرفهم دايرينهم معاهم في البيس، الله يحسن العون، ما عندهمش باش يشريو اللحم، شنو كيديروا؟ كيديروا معاهم ارانب ينقيو عليهم، يسيقوا عليهم، يقادوا عليهم، وفي نفس الوقت كيستافدوا منهم. لماذا؟ لان راكم عارفين الغلاء ديال 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 اللحوم، شحال اللحم الماشيه، اللحم الدواجن غادي وكيطلع، المعيشه غادي وكتزيد. لماذا اننا هاد التربيه ديال الارانب
يستافد منها حتى الفقير، ماشي من لا ما يكون واحد لوبيات، حنا كنقولوا لوبيات، انهم غادي يشدوا هذا المجال هذا وغادي يبقاو هما اللي يستافدوا منه. مثلا التربيه ديال الدواجن راها صعيبه، ما يمكنش ان غادي دير نتايا الدواجن الروميه وغادي دير لهم البولا وغادي دير لهم يعني حتى الريحه ديالهم والشطاب ديالهم. اما الارانب ممكن انك ديرهم في السطيحه ديالك، يعني السطح، انا عندي سطح مثل هذا، انا انتم كما كتشوفوا مقسمو، داير ها انتم كما كتشوفوا راه هذا غير سطح ماشي شي حاجه، ها انا داير هنايا شويه ديال الربيع شويه ديال النعناع، انتم كما كتشوفوا ممكن ان الفقير انه يخدم ومواد بسيطه، ماشي لابد ما يعني هذا الشيء، هذا المشروع يكون يعني مهني، لا ممكن انه الخبز اللي غادي يشيط عليه يعطي الارانب ديالهم بلا ما يرمي هذاك الخبيز، راه حرام باش ترميو الخبز، خليوه كرموه في الشميشه واعطيوه لهاد الارانب ديالكم، ومع المده راه غادي المشروع غادي يتطور وغادي توليو مزيانين، وبعدا يكون عندكم غير اكتفاء ذاتي من اللحوم. اذا هذه الحلقه ديالنا حلقه يعني انا كنجي مباشره مع الفقير في هذه الفيديوهات، جميع الفيديوهات اللي كتشوفوهم راه فيما نعطي ادويه يعني مكبر، ولكن كنحاول يعني غاليه الثمن، وممكن انني نبقى نجيب لكم شي شي شي, شي اسماء ديال شي فيتامينات شي حوايج اللي غاليه. انا ديما كنقلب على البساطه، ويعني هاد التربيه كيفاش المربي البسيط ممكن يربح منها، انا هادشي اللي الهدف ديالي من هاد القناه في الحقيقه. اذا الناس اللي ما شاركوش معنا يشاركوا معنا، دعمونا بزر جيم ودعمونا بالتعاليق طيب ديالكم، انا كنرحب بالتعاليق ديالكم. تكيو على زر جيم باش تساندونا، وتكيو على زر الجرس كي يصلكم جديد ديالي ان شاء الله. الى اللقاء في الحلقه المقبله.